عائلة متكونة من أب وأم وخمسة أبناء. سي صادق يخدم عامل بلدي، يعيش في الكبارية في دار متكونة من بيت وصالة. ستة شهور التين الدار كليتها النار بعد ما سيليكتريك. النار كليت كل شيء جا في طريقها وخلاها في حالة كارثية. بعد الواقعة دخلوا زملائنا من فريق فحك معنا في الموسم الفرد لمساعدة العائلة، وين تكفل فريق داري ديكو بالعائلة وعد أنه باش يعاود الدار وباش يرجعها أحسن من اللي كانت قبل ما تشعل فيها النار. فريق فحك معنا كرالسي صادق دار على مدة ستة شهور. في المدة هذه لازم فريق داري ديكو يعاود الدار. دونك نيرا كيما وعدناكم هذه الدار كنا عند كلمتنا، هذه هي الدار متاع عم الصادق. اي خالتي ربح. دونك هذه مش كيما العادة تمشوا تدقوا انتوما في الكونسيرت نتاعكم. هذه هدا سبيسيال. احنا دابيتو نجيو الصباح ونفاجئوا الناس ونفرحوهم ونقولوا لهم راهو جيناكم باش نبدلوا لكم لا ديكوراسيون متاع الدار الكل. العائلة هذه تستحق خاطر بالحق عائلة تستاهل برشا خير. اليوم مالوغوزمون معناها دارها متحرقت. عسلامة. عسلامة. بخير. عسلامة. شنو أحوالكم؟ لاباس عايشك. صباح لاباس. الحمد لله. شنو أحوالك عم الصادق؟ والله لاباس. العائلة لاباس. لاباس عايشك عايشك. أنا كيما تعرف كيما عند وعدنا عند كلمتنا. يا رحم وديك. كنا موجودين في الوقت المناسب. يا رحم وديك. أه؟ يا رحم وديك. قبل ما توفى المهلة فريق داري ديكو تحول للدار الكبارية. وهكا لقاها دار ماهيش مزلزة. السالدو تلقاو فيها كان كوفات مكسرة وظلمة وحيوتها مش مليق. الكوجينة كانت وضعيتها هكا، ما فيها كان إيفي، وكالعادة زاد الحيوت ما همش مليقي. بالنسبة لبقية الدار واللي هي عبارة على زوز بيوت يعيشوا فيهم سبعة أشخاص، كانت حالتهم هكا بعد ما كلاتهم النار. حيوت كحلة، سقف يقطر، والدالة تضرت بفعل النار. فريق داري ديكو جاء الوقت أنه باش يحقق الوعد متاعو لعائل سي صادق، وبعد أيامات باش ينطلقوا الأشغال فعلياً قبل ما توفى مهلة الستة شهور متاع الدار المكرية متاع السي صادق. بخبرات وتقاليد فاتت 90 سنة تجينا أسترال. وقت اللي نقولوا أسترال نحكيوا على 90 سنة تطوع، 90 سنة ابتكار، 90 سنة ريادة في مارشي مش سهل أنك تكون فيه الأول. أسترال بشوى متنوع من الألوان، خاصة أنه نحكيه على أكثر من 5000 لون على ذمة حرفائها. أكيد سيرين ما تنجم كان تكون ساتيسفيت، خاصة أنها باش تلقى اللي تلوج عليه الكل. في دال كبارية ولاد أسترال كيما العادة باش يبداو الخدمة بالابليكاسيون متاع توفيه كاشيغوش. ماستيك يستعملوه الداخل يشارجي مليح، إيكونوميك وخدمته سهلة ومتوفر في أمبالاج 25 كيلو. إكيب أسترال بعد التوفي كاشي روش تعدوا للابليكاسيون بتاع التوفي كاشي بلو. ماستيك دو ليساج يخلي الحيط أرطب حاضر للفينيسيون. إيكونوميك يربحك في الوقت وفي الفلوس، وموجود في أمبالاج بو 25 كيلو. معزو بقية ولاد أسترال هكا ما بقى لهم كان الابليكاسيون بتاع ليكولور ويكملوا خدمة الانتيريور. بالنسبة للألوان سيرين اختارت لكواسترال مات فيولي بالنسبة للشامبر بارون، دهن مات يتخلط بالماء، موجود في الابيض وفي اكثر من 5000 لون على ماشينه تانتي استرال، ينضاف فيسع وبلاش ريحه ويغطي مليح، ومتوفر في امبالاج ب 4.16 لتر. بالنسبه للشومبر اللي باش يباتوا فيها البنات الصغار، ايكيب استرال خدموها باللاكوا استرال مات روز، دهن مات يتخلط بالماء، موجود في الابيض وفي اكثر من 5000 لون على ماشينه تانتي، ينضاف فيسع وبلاش ريحه ويغطي مليح، ومتوفر في امبالاج ب 4.16 لتر. شامبر في الثانية واللي باش يباتوا فيها البنات الكبار، اختارت لها سيرين من الجام اتموسفير متاع أسترال الكاليكس مارمورينو، واللي هو برودوي ديكوراتيف تابع الجام اتموسفير متاع أسترال، يتخدم منه فوند ومنه فينيسيون، يشارجي السوبور وتخي ريزيستون خاصة في لي ميليو هوميد، ما يتأثرش بالسخانة والفابور، ويعطينا أسبي ديكوراتيف مزيان، وموجود في أكثر من 5000 لون على ماشينة تانتي أسترال، ونلقاه في أمبالاج بو 5 كيلو. يا محمد هذه بقية الصالة عجبتك؟ لا سافا سي بون والله ما خدمة خدمة باهية. أما فما برودوي شفتوا حطيتوا سيرين في بيت البنية. أما أنا ما نعرفوش. بالضبط هو شاليكس مارمورين. ماهوش موجود صحيح في الكتالوج، أما تابع الجام اتموسفير نتاعنا. دونك هو برودوي ديكوراتيف، هاك شفت الاسبي نتاعو كيفاش يعطينا كيف المابر فيه شوية حروشية أما ما تظهرش، معناها يظهر السيبور نتاعك السيبور يظهر ليس. ليس. يعطيك الصحة. دونك موجود في أمبالاج 5 كيلو، ويتنتع على الماشينة تنتين نتاعنا الكل، معناها موجود في الألوان الكل نتاع أسترال. دونك سيرين هي اختارته لهنا خدمته في بيت الطفلة، مي راهو أباز دو شو
دونك اللي تري ريزيستون في الميليو كيما البيت البانو والكوجينه ولا حتى اذا كان مش يخدمها في حمام ولا في بيسين كوفيرت ريزيستي وما يصير له حتى شيء. دابيتود لي برودوي نتاعكم ما يقلقونيش برشا حتى كي نعاون وندهن معاهم الريحه ابين نشمها. سالو جيت معكم تحكيو على الكاليتي وعلى الريحه. واحنا في استرال لوبجيكتيف نيميرو 1 تاعنا ايتي توجور دوفرير دو برودوي دو بون كاليتي. احنا خممنا في لي جينيراسيون فيتور كيفاش en leur offrant un environnement sain et propre ou à calme ou d'ara. احنا من 2004 نحينا le plan ou le chromat من les produits نتاعنا الكل. ضمننا الكاليتي وضمننا الصحه وضمننا مصاريف اخرى. احنا on a éliminé une bonne quantité de matières premières مضره بالصحه وعاودناها بمواد اخرى سليمه. عندنا لي برودوي معناها اللي يتخلطوا بالماء اللي كلهم ما يضروش. عندنا on a lancé une laque تتخلط بالماء لاكالو اللي استعملناه في برشا شوانت. وفما لو فيرني دو لياب لالو اللي هو الفي بلس. لوبجيكتيف ديما نتاعنا نسهلوا لكم حياتكم ونخموا ديما في صحه الكبار والصغار واكور يا لونتير. وعلى ذكر الصحه اجا نوريك شنو تبدل في الدار هذه باش نحافظوا على صحه العائله هذه. محمد تحب تجي معنا؟ لا انا مزدوره معك. هاي ركح امورك. سي صادق مرحبا. هاي سي صادق تفضل سخك اليمين. تفضل اي تفضل مدام تفضل. بسم الله. هاي تفضل اقعدوا بحذانا غادي في الصاله. هاي سي صادق تفضل بحذانا في الصاله. سي صادق خدمه سويه عايش مرحبا بحوني في صالتكم. انا بحذاكم ضيف. ها مدام هذه بدينا تويك بالدخله الاولى مازلنا في الصاله. شنو هيك انطباعك الاول وانت دخلت هكا ملي دخلت من الباب هكا انت مازلت في الصاله هنا هكا اول حاجه هكا احساس حسيته؟ حسيت فرحة كبيرة ما كنتش نتصورها. سي صادق تذكرها الدار كيفاش كانت ست شهور التالي؟ اي انا بدي وانا استغربت ما فهمتش كيفاش ولات كيفاش هذي كانت كوجينة لهنا كوجينة غادي تواليت دونك لهنا احنا رانا قلبنا كل شيء هذه الصالة. الله يوديكم والله انا بقيت مستغرب الرسم والله ما فهمت حتى شيء. Let's color.